أكبر عيد. رفعوا رؤوسهم إلى السماء وإذا بهم ينظرون إلى منازلهم وقصورهم في الجنان. ولذا لما أن جاءوا يتسارعون ما جاءوا لصيوف ولا لرماح، وإنما جاءوا يتراكضون بكل لهف وشوق ورغبة لمعانقة الحور العين. مستبشرين معيدين أقول لك، وما هي إلا ضحوة من نهار حتى وسدوا البوغى مجزرين كالأضاحي بأبي وأمي. آخ آخ، هذا على يمينه وذاك على شماله، وهذا مكبوب على حر وجهه، دماء أشلاء ملقات على الأرض، يوم يومين ثلاثة أيام بلا غسل بلا كفن، تصهرهم حرارة الشمس نهارا، تقرصهم برودة الجو ليلا حتى سفت عليهم السوافي، وما حد درى عن القضية إلا نسوان. يوم ثالث جاءوا يملؤون الأواني والقرب بالماء، وصلوا إلى المشرع واللي يشوفون جسد بطل ملقى على شاطئ العلقمي، نظرنا إليه النسوة شافوا إذا الأحوال شنعة، لكن مو جسد عادي، هذا يبدو عليه قائد زعيم جيش. نظرنا إليه وإذا به مقطوع الكفين، اللواء إلى جانب ممزق بالسهام، القربة مخرقة، ما تمالكنا النسوة أنفسهن لطمن صدورهن صارخنا وفجعتا. انحدرنا ناحية المعركة فلاحت لهن الأجساد على البوغة، أجساد شباب شباب شباب، يا ويلي على الشباب، وأجساد شيوخ كبار في السن وأطفال صغار. هاي إيش صاير هنا؟ مجزرة معركة. أخذنا النسوة يتخطين الأجساد جسدا بعد جسد، ولم يكن لهن هم إلا الوصول إلى ذلك الجسد الذي تظلله الطير بأجنحتها. حلقت الطير وشبكت أجنحتها على بعضها بعض، وإيش تسوي؟ الله عليك أبو علي، تظلل عليها عن حرارة الشمس. وصل إليه النسوة نظرنا إليه وإذا به جثة بلا رأس، مهشم الأعضاء، مفصل البدن، مطحون مطحون بحوافر خيل. نظرنا إليه وإذا على صدره طفل رضيع. يا ويلي يا ويلي، المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه، واحدة من الأسديات أخذتها عاطفة الأمومة، اسمع، مدت يديها انحنت على ذلك الرضيع لترفع من على صدر أبيه، ولك ألمي بالصوت من المنحر الشريف، أسدية أسدية دعي رضيعي على صدري. سهل سهل، سحبنا يديهن رجعنا مهرولات إلى رجال بني أسد، رفعنا المقانع من على رؤوس، رمينا بها في صدور رجال بني أسد، قلت شيمكم. رحمك الله أبو يوسف، حاضر حاضر ياهم، شاهد أحوال الرجال
ويسمع كلام النساء كأنه تقول واقف بيناتهم ويوصف لك الحوار هذا. قلت شيمكم والحمية يا أم سلمية، وأنا الذي ينهض عواري هالمطاعي. جيبوا العمايم جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفوا خلف الستور، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور، ندفن هالاجساد اللذيب المعركة تنور، مثل البدور على الثرى كلهم مزهري. أحسن أحسن، ما وراءكم أيها النسوة؟ وش صاير جايين مفزوعة؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة. اسمع، أوصال كلهم قطع وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصرة من كف ليمي. عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوق، مطعون بضلاعة وقلبه بسهم مصيوب، قلب العدو من شافته ينفت ويذوب، يما رضيعة ونظن هذه جثة تحسن. بعد بعد اكو شباب ملقى الى جانب هذه الجنازة، وشفنا شباب شباب يا ويلي عالشباب. ما عليه مخافة في ضيافة الحسين، في شفاعة الحسين. أنا والله ما ناوي أقسي على قلبك، والله ما ناوي. أنا من نوع اللي ما أحب يعني أقرز منها ومنها، خلنا في كربلاء بس. وإذا ما تتحمل خطر الأبيات. شفنا شباب شباب يا ويلي، شفنا الشباب على الثرى يما الشباب على الثرى جفوفة خضيبة، يبين عليه عريس هالولد هذا عريس، لكن زفت الذبحة قريبة. الله يعين الفقد توراحت غريبة، ما ظنت بين العرس والذبح يوم. وبعد بعد اكو خبر، ان كانت لكم قلوب تتحمل. قالوا وش عندكم ايها النسوة؟ قالوا فتت مرايرنا بطل يم الشريعة، مصروع لكن ذبحته والله فجيعة، حتى من الزندين جفينا قطيعة، صاحب علم جنة وسلالة هاشمي. بعد بعد، من شاف تتلوح الفراسة وشدة الباء، زنودة بلا جفوف والجثة بلا راح، ها ونظن عليه الفارس المشهور عبا،
قطعوا على جود العدا شماله وليمي. الذي يحسن دونك شربة والكاس مثل البطل الأكبار ومثل الليث عباه. وهذا الشباب اللي انكسر عرسه بالعراء. يلا شباب يا ريت كلنا من ضحايا الغاذ. بعد مرة يا ريت كلنا من ضحايا الغاء. يا دوب أنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس أقصى الجود. يا السعيد الفقيد الغالي من اجتمعنا اللهم لأجله وسببه، اللهم ارحمه برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، لقه منك رحمة ورضوانا. إلهي اشف صدره بالحسين، نور قبره بنور الحسين، ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود، واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إخواني من أراد نيل الأجر والثواب يتفضل معنا الآن لقراءة الفاتحة على قبر الفقيد، وأهله يتقدمون لكم بجزيل الشكر والامتنان، ولكل من واساهم بتقديم العزاء وحضور مراسم التشييع، ويوصون الحاضرين ويبلغون الغائبين كل من كان له أو عليه حق فلا يتوانى في إخبار أهلي وإخوانه بذلك لبراءة الذمة. إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، بالخصوص شهدائنا الأبرار، لا تنسوهم هذا اليوم بالمغفرة والرحمة، نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.